عندي ميساج مهم قبل ما نبدا نهضروا كاع الانسانه لاني احنا نحكي عليها ما عندي حتى مشكل شخصي ضدها، بالعكس نحترمها بزاف وحكيت معها ديجا وعرضتني في ليميسيون تاعها وصافي بليزير. شخصيا ما عندي حتى حاجه ضدها، انا عندي تعليق كمشاهد اللي من حقي نديرو على ليميسيون اللي يدير فيها في الاونه الاخيره. هاد ليميسيون جاب لي ربي ما كاش لي مازال ما شافهاش، هي صحفيه تجيب مؤثر ولا فنان ولا انسان معروف وتحط له تصويره تاع انسان واحد اخر معروف في ليكرون وتسيي تجبد منه تعليق هكا تعليق صغير ولا تسيي تبيكيه باش يكلاشي الانسان اللي هو في التصويره ولا يجبد استوار شخصيه صارت بيناتهم. علاش؟ باش يديروا عناوين كبار في اليوتيوب ويصرى البوز. يا ما قلنا انا ما عندي حتى معرفه في مجال الصحافه، انا قريت ادب انجليزي، عندي ماستر في الادب الانجليزي ماشي كاع الدومين تاعي، بصح على حسب التجربه تاعي اللي درتها قبل وفي لي انترفيو اللي عرضوني، البيت تاع الانترفيو انه المشاهد اللي يجي يشوفك انت باسكو يحبك في انترفيو يحب يشوفك تهضر بطريقه جامي هضرت بها من قبل، يشوفك في الانترفيو يحب يشوفك مختلف، يشوفك كالم، يشوفك تهضر شويه سيريو، باسكو كيما انا نجيح بزاف لي ريزو سوسيو، نجيح عندي بزاف دي مومون تاع تفاهه، كي ندير انترفيو نحب الناس ما تشوفش ستانلي، نحب الناس تشوف محمد ابركان، صح البيت تاع الانترفيو جامي كان تجيب انسان فنان ولا انسان معروف وتحط له تصويره تاع انسان معروف واحد اخر وتحو فيهم بالكلاش، هذه كيش كوبي، هذا طحان، هذه فاجره، هذه ما تحشمش، هذه سراقه، هذه مودية واش حتاكلونا، وكباب ماشي لافو تاعها، ما على باليش لي ديتاي واش صاري في الكواليس، تقدر تكون يعني جابوا لها كونسيبت وامبوزاوها عليه وقالوا لها ديريه كونوها صحفيه خدامها. باسكو تعرف شركه الانتاج اغلبيتها والقنوات التلفزيونيه اغلبيتهم يحبوا الباز. خلاصه القول نتمنى ويديروا لنا ديزيميسيون اللي يكون فيهم الضيف مقدر والصحفي مقدر وفوق كل شيء الببليك يكون مقدر اكثر تقدير منهم كاع، باسكو علاه الببليك هو الصح صاحبي، الببليك هو اللي يشوفك، هو اللي يدير لك لي فيو، الببليك هو اللي ينتقدك، هو اللي يتبعك، بلا بين انت لي من دير الفن تاعك ولا التاثير تاعك ولا لي فيديو تاعك ولا ما بين شنو ولا لي ميسيون تاعك. ليمن ثم احترموا الببليك.